السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أعزائي المشاهدين. طبعا نحن اليوم في أول اليوم، فعشان كذا الناس عاد هلا جاية، ده أول حاجة. الحاجة الثانية مشكورين على تفاعلكم مع البرنامج وأنه عجبكم، فهذا الشيء فرحنا احنا. لو تعرفوا كمية التعب اللي نتعبه، ولكن ردة فعلكم هي الحاجة اللي تهون علينا. اليوم نحن في سيف حماد مرة ثانية، رجعنا لكم بحكم أن المرة الماضية ما قدرنا نوفي الناس كل الموجودين، فوعدناهم نحن نجي وجينا مرة ثانية. الآن إيش بنسوي؟ لقاءات ودردشة مع الناس ونرويكم الأجواء في برنامج أجواء البلدة. البلدة لها النجمها، الخيصة يبرد بحرها أيضا ويبرد جوها بعد الحرارة والخناق. البلدة لها النجمها، الخيصة يبرد بحرها أيضا ويبرد جوها بعد الحرارة والخناق. اسمه الكريم عمار برق عرور. والنعم من وين يا عمار؟ من الديس. عمار لا ايوه. وين في الديس؟ حافة البدو. والنعم ماشي بحر هناك؟ لا ماشي بحر كذا بحر كلها بس. يا سلام عليك، تغسلت ولا لا؟ اوه قد غسلت يابس. بدلت الحين قبل شوي. ما شاء الله. وكيف بدلت؟ خلاص البحر كرفنا احنا اربع امواج تو. انتبه كنا. اكيد. بدك تنتبه هنا. ما عليك. الله يعطيك العافيه. اول يوم تخرج البلده ولا؟ لا لا اول يوم. الله اول يوم. كيف شفته؟ والله بارد. بارد. طيب ايش بقول، ليش البحر بارد؟ ليش البحر بارد؟ هذا والله موسم البلد هذا. يجيك بارد البحر بس هذا عقل ليش هذا ما نداري. ما انت داري. طيب في عبارة بدك تكررها معي. ماشي. لا ان شاء الله تضبط اول شيء معي. ان شاء الله. قميص نسي، قميص نفيسة نشف. قميص نفيسة ايش؟ ايوه ايوه قميص نفيسة نشف. قميص نفيسة نشف. قميص نفيسة نشف. قميص نفيسة نشف. السلام عليكم. تحية ثلاث مرات. طيبة. تحية تحية لهم. حاب تعطي حد كلمة لأهل عبر تلفزيون حضرموت؟ الله في أهلي في البلاد. هذا نوصيهم انهم يخرجون البلدة الموسم هذا، يعني فرحة وكلنا بنتلاقى مرة وبنسبح في البحر مرة. يا سلام عليك. أدم واده. من وين؟ من بنزينة. من ولا من فوة. صدق من البنزينة. انا قصدي بعيدة من بنزينة الى هنا. خلاص لاجي العين تقرب المدينة. جميل جميل اعزائي المشاهدين انه الناس تختار الاماكن اللي خفر السواحل نوه انها امنه مع اخذ الحيطه والحذر. طبعا في عباره بدك تكررها. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. قميص نسيفه نسف. رياض 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 كيف ايه قميص ايه جبهك ايه. قميص نفيسه نشف. قميص نشيفه مسك. نشف صح. قميص نشيفه نشف. قميص نشيفه نشف. قميص نشيفه نشف. قميص نشيفه نشف. ثلاث امورات حبوبات شطورات اليوم في برنامج اجواء البلده. اسم الاموره؟ عائشه. ها عائشه. عائشه. ها فاطمه. فاطمة فاطمة فاطمة. وتقربون لبعضن؟ ها تقرب لي. تقرب لي بتعمي. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. يا ليلي يا ليلى وس بس مسكيلك ياما. وقالوا لي ليلى صغير في قلبي ياما. احب الطير بطير الفل وحب الاسطوري كناهي. قولي ذكراني مخنوق من هيك علي بسمك.
يا سلام يا سلام يا سلام. تحية تحية بالله. تحية تحية. ما شاء الله تبارك الله موجودين بكثرة. اسمك؟ حسين سايب بنزام. من وين؟ ديس. وين ديس؟ عفت البيو. والنعم والله. سام عبد الله من صوت. من وين؟ من مكلا. محمد عبد الله ابو عباد من مكلا. ديس شغل مكلا ولا ديس؟ مكلا. ديس شغل بعده. ما شاء الله. ها اسمك عبد الله محمد باصريح. بيا عمار. حمزة سلمي المرشدي من الديس. حمد شو صوت ماكم معنا؟ يا عقده. يا سلام. عبد الله فهد باراس من الديس البدو. ده طلقتين في الجو ده. والنعم باراس. طيب طيب خرجت انت ومن؟ اصحابي. وانا مدين ولا حتى؟ مديلهم القوم. بس هذا طيب شفت البحر؟ كيفك؟ بارد. مرة. مرة. طيب سمعت انه معكم مشاركة يلا. يقول يا ميل منصوب الدقل وديت في خنق طلع ولا نزل شفت البضاعة وقميشات الحرير وبغيتني ناطح جبل ونار كيك العظم في العشقة مقل واللي مقل لقيت تحمل ما يسير واهل الدباسة والعسل دبسة وانا نكدح وسط الحقل والدلو حقي قسقط في عين بير من حب زينات الذبل النوم من عينه على فرشه يعل والناس ترثاله الصغير والكبير يا زنجبيلي والجفل لا ما طعمت لك خافني على الدرب زل بيضيع سكيني وبيضيع الجفير. ومعنا واحد من اهل المكلا ولا من اهل الشحر؟ اهل الشحر. 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 والنعم والله واهل الشحر. سامحوني. الاسم الكريم؟ محمد بعكن. والنعم عم محمد كيف حالك؟ تمام. زين ان شاء الله يسلمك العافيه. الله يسلمك. البلده اليوم. الحمد لله بارك الله فيك. اهلا وعليك. يعطيك العافيه. الله يسلمك ان شاء الله باذن الله. طيب كيف البحر اليوم؟ طيب في تريد قد؟ ايوه بدري تو بعد فتح الحمد لله. الحمد لله. لما قبل ندور احب اساله كيف كانت البلده زمان؟ احكي لنا احنا بالضبط. كانت ابرد من كذا. لا؟ ابرد من كذا. بحر بارد جدا. واللي خلاه مع دبر؟ تعرف الوضع بارد الحمد لله. فهمتك يعني غالبا يمكن الاجواء. ايوه بالضبط. طبعا طبعا. طيب كانوا الناس بالزحمه هذا؟ لا اقل. اقل زحمه. لا شباب اختشي يعني. لا ما شاء الله بكل مكان. ما كان مكان. نعم. شريف المكان كله في نعم. كنت اول وين تتغسلون يعني مكان غسلتكم؟ في الشارجه اختشي. هناك؟ وين بالضبط؟ انت سوق انت ورسمة. ما شاء الله. طبعا طبعا. والان المكلة هذا تشوف المكان مناسب؟ الحمد لله مناسب جدا. وامن. أيوة. الحمد لله مغص صدق. يا سلام. والامن موجود الحمد لله في خبر السواحل. الحمد لله خبر السواحل. الحمد لله الحمد لله امور طيبه يعني. شوف الناس في الناس. اكيد نحذر الشباب اللي يدخلون الى داخل اكثر. اكيد يعني العمق ما هو زين. ايوه بالضبط يعني. خليك قريب يعني افضل. بالضبط. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. الف شكر لك. سلام.
اسم الكريم؟ الاخ محمد جمعان بن وبر. والنعم يا عم محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. وش امورك طيبه؟ اموري الحمد لله. الله يعطيك العافيه، كل شيء تمام ان شاء الله. ما شاء الله في البلد. ايوه. تغسلت ولا عاده؟ والله امس ولا امس اليوم اتغسلت. اليوم البحر زال شويه. زين، اما عشان نحن هكذا نصور معك. كان حظكم زين. طيب احكي لي كيف كانت البلده زمان؟ والله البلده زمان كانت احسن من كذا. ايش احسن؟ على الاقل يعني بالراحه وبالهدوء وبال يعني تشوف الناس كل واحد موقع نفسه وعنده اكله وعنده شغلته، ما فيش فوضى في هذا الحين. زحمه. ما في زحمه. وبعدين يجونك من كل مكان. كثرة الناس. كثرة الناس، سواح من سوم من تريم من القطن من أي محل. نعم. حتى من شبوة، حتى من الإمارات. أيوه يجون لهنا. لهنا، والآن ياو برضهم. أيوه. هنا بس ما وضعهم الوقت يعني صبروا شوية. ويقولون إنه هذه نيم 13 يوم. أيوه. ال 13 يوم هذه إذا بغيت الصحة. وبغيت العضلات. يا سلام. أيوه وبغيت يعني الأعصاب تتفكك. أيوه. لازم تكمل 13 يوم. كل يوم يوميا. بعد صلاة الفجر تكمل 13 يوم. طيب البعض يقول لك هذا يوم واحد. لا حق يوم ما ينفع. لا لا لازم تكمل. معلومة جديدة. هذه النيم 13 يوم اذا بغيت الصحة وبغيت العافية والعافية من الله سبحانه وتعالى يعني تنفق الأعصاب والعظام وقر الركب كل حاجة تطلع من هنا زي الحديد. ما شاء الله. نعم. طبعا في قالوا من زمان عقال والكبار. ايوه احنا حضرنا العقال صغير. ينزلون ينزل العاقل هذه في وسط البحر تمام. انت يمكن ما بتقدر ربع ساعه ونص ساعه بس خلي رقبته هذه وغاوص تحت. في نعم. في بعضهم قالوا لي زمان ابرد من كذا. ايوه ابرد يم. لا يم ابرد. زمان وين غسلتكم في المكله هنا ولا؟ نقفز من المسجد هذا الغالبي الى البحر. اوه كان البحر لفوق. نقفز من المسجد الى البحر تحت ويتغسلون. النساء على جنب ونحن على جنب. بس تعرف في تنظيم. في تنظيم في اكل. في اكل واحد يجيب حقه معه. الاطفال هذيل عليهم بس نكون حارسين مع الاطفال. نطلع وننزل الحمد لله. يجيب احيانا قارب الى قد البحر هذه. أيوة. في الاطفال يعني ما شاء الله كل شيء على ما يرام. ايش بتسمعنا احنا؟ الله يسمعك ان شاء الله كل خير. كل خير. قال يا رب عبدك دعاك اليوم. يوم يا منصف الحق للمظلوم. عبدك دعاك استجيب دعواه. شعب المكلة حماه الله. يا ربي هذا الزمن غدار. كم ناس يمشون على الدينار. بيع الشرف عندهم محلاه. شعب المكلة حماه الله. انت ملوك. شعب المكلة حماه الله. وليش ما كافح وقصر؟ بالمعركة قام يتعكر. لله أهدر ليشنا حياه. شعب المكلة حماه الله. تالي انتو عليك. لما وصلنا أبو مرة. استبب لنحن أمور غبرة. لا ريد قربة ولا أهواه. شعب المكلة حماه الله. مأواك يا خالد الينة. والويل اللي سبب الفتنة. أثر على شعبنا مقساة. شعب المكلة حماه الله. تحية لك. طيب نحن تشرفنا بك ونورت البرنامج. الله يعطيك العافية. امين وياك. ما لك ولا حاجة. الله يحفظك. نشوفك على خير. النعم والله الحمد. والنعم من وين؟ من كلة. وين من كلة؟ على السلام. ها؟ من اسمك؟ محمد انور بفطيم. والنعم بفطيم. زيدي سالم. والنعم زيدي سالم. بالعكس. من فهمت انت؟ خلاص فهمت. طيب نزلت انت من؟ أربعة بس. أربعة بار؟ بس. اثنين سياكل. أهم شيء إنه اثنين سياكل. طيب كيف شفت البحر؟ البحر بارد. بارد البحر زي ما قلت. بارد وحساء تسحب بقعة كلها. تبون نحن كنكم. طيب إيش المشاكل اللي معكم؟ يا حلو يا مسلي. اللي بنار الهجر كاويلي اسمه والله احمد خميس ابو خميس عليكم كما داك زمو عثمان وسامة لا احمد خميس واحد ابو خميس والنعم ابو خميس من وين ابو خميس والله من الديس اهل الديس عبد الترشوم
تغسل بخميس ولا بالراحه بس غوصونا. اعطي القصه يا مدوخ الداخل. والله بتصدق ثلاث موجن مع بعض. شربت ولا؟ شربت اثنين غموم. فاطر يعني؟ فاطر. معاد طلعت اخر الباء وشنقلت بي مويه. وقدنا هنا ما قال خرينا اللي في جوانا. وقدنا هنا انزقلت. شوفنا لما دحين مع قدرت نطلع لها. يعني لو بتقول لي جاي اسحاب لما الدار. حتى اليوم لما دحين تقولوا لي يلا نقول لهم لا ما بقدر اقوم. البارح ولا اليوم حصل؟ دحين من قبل لما دحين. دي قصة اطول من الحلقة على البرنامج. والله ضحكته كيوت يا اخي. لا 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 مو نطلع الصوت. ها؟ مو نطلع الصوت. من الحنجرة عقب ما قدرت اعلم. لا 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 تخلي. طيب طيب انتوا من نزلت هنا اصحابك اهلا؟ انا اول طالب من دويلو عبد الله العقبري طبعا هذا اخوي. سلامات. العقبري. وبقية ما نعرفهم والله. طيب يا اخي نفسي نسال حد ويجاوب على السؤال. بالسؤال والجواب. طيب برايك ليه البحر بارد؟ والله البحر بارد احتمال ان البحر يكون فوق التلي ما حد داري. صبت بخمري. لا والله انا اللي بغيت بامزوط. هود سفر اللي يعجبه. لا لا تنام في كتفي مو حقك. ايوه البحر بارد هذا الصيف نجم. ايوه يكون يعني معين يجي في اشهر معينه يعني. لمك وهذه سموها البلده الاجداد القدام. هذا نجم معين البحر يكون بارد فسموه البلده. نحن عاد نحن صغار يعني دملك. استاذنا سالم الجعيدي حصلنا في واحد منافس لك. تحيه بالله له. تحيه. طيب اكيد في ناس من الاهل من الاصحاب مغتربين برا. نعم والله. ايش تقول لهم؟ كاميرتين معك انت اختار بس. والله بودي الكاميرا دي. والله بودي. حول هناك يلا. الاهل لو كانوا موجودين يعني البلده بتفوتهم. ونتمنى لهم ان شاء الله يكونون السنه الجايه موجودين. نتمنى لهم يعني كل خير ان شاء الله وسعاده. هم دحين طبعا مشتاقين ما نشوفهم نحن هنا في الصور في التلفزيون في ال ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويبعد عنا البلاء من هذا الكورونا ان شاء الله ويفتح لنا السهرات ويفتح لنا المخادر. هذا طموح. يا اخي انا اليومين دي تعرف امس خميس ضوينا بدري الساعه 10 نمنا. تعرف قمنا البلد؟ عشان تقوم للبلده. لا ابغانا بنتولى وانا بنشوف الخالق. اخر حاجه ابغانا مشاركه منك باين صوته جميل صح؟ لا 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 شوف نحن حاولنا في البرنامج نطبق الاجراءات الاحترازيه بس عين اللي كانت تقول في باص حق فوق. لا يا بحر شيب تبي وانا مكاني شاب. لما دخلتك يا بحر لقيت امي وابويا بس يا الغالي يكفي. بس الغالي يكفي مع الغنية. البحر شيبه. البحر شيبي وانا مكاني شاب. وتقول لي بغيت سهران. يا البحر يا السهرات. والله شوف على السهرات نحن نتمنى لهم التوفيق. قناة حضرموت يواصلون ان شاء الله معانا ونحن دائما مع قناة حضرموت يعني. ربنا ان شاء الله يجعلها من احسن القنوات في التلفزيون. ايوه وان شاء الله السنه الجايه تزورون نحن وفي هذا المكان سيف حميد. ايوه ونحن نتمنى لكم التوفيق. فهد بن زيد بن سلوم من مدينه مكلا الغليله. ما شاء الله باهل الغليله. كيف امورك طيبه؟ خير الحمد لله. كيف اهل الغليله؟ نعم كلهم خرجوا البلده ولا عادوا؟ خرجوا خريجين واصحابي. ما شاء الله تبارك الله عنشتوا ونورتوا. طيب تغسلت ولا عادوا؟ غسلت. ها كيف شفته؟ والله بارد يا اخي. هو بارد الحين وضروري يبرد. ضروري يبرد. انت خارج عارف انه بارد. ضروري. طيب برايك ايش سبب انه بارد؟ هاي النجم. ايوه هو النجم بلدي. والله ما اعتقد انه يبرد اذا موسمه.
لف وايد حتى الشياب يشوف وايدين شيابي. يا سلام عليك. طيب ننوه على شغله انه موسم البلده البعض يعتبره شفاء يعني حتى للمفاصل وللعظام، فتجد كبار السن يخرجون يتغسلون فخلال ال 14 يوم. ايضا نوه انه خفر السواحل موجودين هناك سبحان الله في اي حاله، وننوه مره ثانيه انه ما حد يدخل داخل تبرد وانت قريب. طيب في سؤال يقول اين يوجد البحر اللي ما فيه ماء؟ أنا يوجد البحر اللي هو اللي ما فيه ماء. بحر الشعر والله. وانت رياض محاولة حلوة بحر الشعر تمام. بحر الكلمات. ها الخريطة. الخريطة ها ايوه ركز تمام. البحر اللي ما فيه ماء وين؟ الخريطة. الخريطة فعلا. تغسلت أيوة. ما شاء الله الوادي منورين. من وين؟ من سيون. من نعم وين في سيون؟ من الحدود حق سيون. من الحدود أنت من سيون؟ لا من سيون. وين من وين؟ من الغرف. من الشيشان. الشيشان حق وين؟ حق سيون. ما في الديس شيشان إلا فيه حتى 60 هناك فيه شارع كبير كل شيء يقلد. أتكلم من سيون أنا هذا. والله أكذب عليك والله. من اسمه؟ محفوظ. محفوظ من؟ محفوظ زعبل. كيف شفت الاجواء مجملا يعني؟ اوه ما يحتاج صدق والله. ها. اوه اجواء روعه. طيب. باريس. ما تتكرر قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نفس. ايوه على. ايش اسمه؟ قميص نفيسه نشف. قميص نسيفه نفس. هذاك بسرعه بسرعه بسرعه. قميص نفيسه نفس. قميص نفيسه نفس. قميص نفيسه نفس. فيه سوق الشجار، سوق الهنود فيها اشتهر، والشا فيه سوق الشجر وعلى ولي ماله اثر، والماركت اللي لها وعلى ولي ماله اثر، والماركت اللي لها للدم سابق الولي انحلها ما يوم ضاق. أعزائي المشاهدين للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة، أتمنى أن تكونوا استمتعتوا وشفتوا الحبوبين دول اللي معنا، وأيضا نفس الشيء نلتقي في مكان ثاني، نلتقي في مدينة ثانية. ما شاء الله تبارك الله ساحل حضرموت طويل، ويلا بنا نغطي ونوصل كل الأماكن. نشوفكم إن شاء الله على فرحة. نسوي مع السلامة مع بعض.